اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامجنا زي كونكت بالعربي. مواضيع حلقتنا لليوم متنوعه، خليني اخبركم عليهم. لقائنا مع الفنانه المسرحيه نور الصباح، الدكتوره هلا الشيخ اخصائيه الجلديه والتجميل، وطبعا رح نغطي حفل اليسا بمناسبه عيد الحب. كل هيدي المواضيع بتحضروها بحلقتنا لليوم، خلوكم معنا. عشقت المسرح من طفولتها وتحدت العادات والتقاليد لتحقق حلمها، من التمثيل بمسرح الطفل للتمثيل بالمسلسلات الخليجية. طموح طفلة كبرت وحولت هوايتها لمهنة. تابعوا لقاءنا مع فنانة المسرحية نور الصباح بهيدا الحديث الممتع. كيف كانت بداياتك؟ ابتديت في المسرح المدرسي في الإعدادي، دشيت المسرح المدرسي وكانت أول موسم له للمهرجان المدرسي. حبيت الموضوع بس أهلي خلوني أوقف عشان الشهادة طبعاً، كي أهل ثانيين يعني. بعد ما خلصت ثانوية كملت. هو بعد اللي حببني في المجال زيادة يعني، جت فترة كانوا يصورون عندنا في البيت كلوكيشن يعني تصوير، وكنت صغيرة شفت الأجواء، شفتهم كيف يشتغلون، استمتعت في الجو وحبيت التمثيل جداً. فبديت شوي شوي من المدرسي لين ما خلصت طبعاً، وعقب بديت. المجتمع العربي شوية محافظ، كيف تحديتي ورحتي على التمثيل؟ بصراحة يعني وايد حصلت رفض في هالموضوع، وايد أهلي منعوني، أخوي، أمي، أبوي، يعني كلهم كانوا جداً معارضين على هالشيء. بس حبي للشيء واستمراريتي في الشيء وإثبتت لهم أن أنا فعلاً أبا هذا الشيء أو هذا المكان أو هذا المجال بالأصح، قالوا لي اوكي دام انك انت واثقه انك انت بتكملين فيه وواثقه من نفسك واللي انت قاعده تسوينه، اوكي تقدرين تكملين. فهذا اللي سويته، كملت. بداتي بالمسرح ولا بالتلفزيون؟ لا بديت بالمسرح، هو اللي حببني زياده يعني في كتصوير افلام ومسلسلات وغيرها. كيف كانت اول مره وقفتي في خشبه المسرح على خشبه المسرح؟ رعب ما بوصف لك كيف كانت، يعني قلبي كيف كان يدق بنبضات مو طبيعيه. طبعا رهبه المسرح جدا تخوف، يعني لين الحين اكبر ممثلين يقولون لما نوقف على خشبه المسرح نضيع نوعا ما، اول دقيقه خلاص يعني ما نعرف شو نسوي، بعدها خلاص ناخذ على جو المسرح او جو الجمهور ونكمل. شو هي اول مسرحيه مثلتي فيها؟ كيف اتذكر الحين، بس اول مسرحيه كانت اتوقع بهلول والوجه الآخر للمهرجان المدرسي. وكيف انتقلتي من التمثيل المسرحي للتمثيل التلفزيوني؟ اتصلوا فيني قالوا لي شيء مسلسل تحبين تشاركين ويانا، قلت اوكي ما عندي مانع، وصرت جربت حبيت الموضوع. ردوا اتصلوا فيني بنفس الموسم يعني ورا بعض، كان في رمضان من قبل 3 سنوات يمكن، وكملت فيه. صرت بعد مرة لوكيشن ثاني، مسلسل ثاني، وياس استمر. شو هو الدور اللي بيمثلك؟ الفوضوية. مثلتيه وهي هو بيمثلك. الفوضوية، الطفولة. يعني المهرجان شيء مهرجان اسمه عندنا مهرجان الطفل، طبعًا هذا من أقوى المهرجانات أنا أعتبره يعني، لأنه صعب جدًا توصلين لإحساس الطفل. فوايد استمتعت فيه، والشخصية كانت أليس، ووايد حبيتها. وعشتها بطريقة جدا جميلة ووصلت إحساس أليس للطفل. شو هي الأدوار التلفزيونية في المسلسلات اللي قريبة على قلبك من غير مسرح الطفل؟ كان دور شخصية أو بالأحرى هو المسلسل كان عبارة عن مسلسل خليجي قديم، فالأشياء القديمة وايد أحب أسويها كتمثيل، والشخصية كانت جدا بسيطة وحلوة وسلسة كانت علي، فاستمتعت فيها وأنا أديها. شو كان الدور اللي أديتيه؟ هي بنت بالعشرينات، يجي واحد كبير بالعمر يتقدم لها وترفضه، تعلق عليه على شكله، على ستايله وحركاته وأسلوبه بالكلام، وتطرده من بيتهم. المسرح بيتطلب روح بالأداء أكثر من التلفزيون، كيف بتقدري تجمعي الأداء والروح المسرح وبخشبة المسرح من مكان لمكان؟ طبعاً كتمثيل مسرحي صعب جداً أنك تمثلينه، مو أي حد يقدر يمثله، هذا أول شيء. للحين سوالي فترة زمنية طويلة في المسرح، بس للحين أنا ما وصلت لنقطة الإحساس السريع اللي أقدر أنا أجذب فيها الجمهور، يعني أحتاج وايد لتمارين بعدني عشان الجمهور ينسحب وياي، يعني بعدني I'm not
بروفيشنال يعني في المسرح ستيل، هذا اللي اشوف نفسي فيه. بس مع التدريبات ترى تقدرين توصلين لهذا الإحساس، عشان شيء المدة الزمنية للمسرح أو البروفات تكون جدا طويلة، من بين شهر لشهرين تأخذ، عشان تأخذي ساعة بس. فهذه الفرق بين المسرح، إنه ليش صعب إنه شهرين عشان تسوي ساعة. نتمنى لك شفاء العاجل على على الضربة اللي أخذتيها مبارح. أوكي. لأنه المسرح بيصير فيه حوادث كثيرة. طبعا اكيد، يعني انا كذا بروفا اسيرها او كذا مسرحيه، في مسرحيه فعلا ما يمر علي اسبوع الا يا ايدي مكسوره يا ريلي مكسوره يا استوالي جرح او شيء. وعلى قولتك امس استوالي حادث على خشبه المسرح في وقت البروفا، الديكور ضرب في وجهي وظليت انزف دم وامسح الدم واقول حواري، ما حسست حد لين خلصنا بروفا. عقب قلت لهم ترى على فكره يعني انتم تشوفوني مصابه ولا لا، احتاج علاج سريع. فوايد تستوي ويانا يعني أحداث على خشبة المسرح قبل العرض. شو المسرحية اللي عم بتحضري لها هلأ؟ حالياً حق مهرجان أيام الشارقة المسرحي. ما بأخرب على الجمهور صراحةً، ما أقدر أفتح جداً وأقول لكم شو هي الشخصية، بس أتمنى يحضرونها ويستمتعون فيها. شو هي المشاريع المستقبلية اللي عم بتخططي لها براسك؟ سواء بالمسرح أو التلفزيون. بإذن الله بيكون عندي مسلسل إن شاء الله في رمضان هذه السنة، وعندي بعد سفرة لمصر حق مهرجان إيزوس، هو مهرجان جديد حيكون في مصر أول موسم له. إيزوس بعد سموه بهالاسم دلالة على إله المرأة عندهم، وهو أصلاً المهرجان للمرأة، عشان شين مختارين مسرحيتنا ضمن هذا الموسم أو هذا المهرجان، لكون في عدد أو مجموعة كبيرة من الممثلات ويانا، ولأن أصلاً المسرحية تتكلم بشكل خاص عن المرأة. مين الممثل أو الممثلة اللي أمنيتك توقفي معاها أو معه على خشبة المسرح؟ مسرح؟ المسرح أو التلفزيون، لأنك عم بتقولي إن المسرح أقرب لقلبك. كممثلين مسرحيين في وايد، بس مو من الخليج يعني. بس خاطري اشتغل ويا عبلة كامل. احبها وايد، تذكرني في امي لانه وايد فيها شبه حق امي. من الطفوله لسن النضج وانت عانيتي لوصلتي للمرحله اللي انت فيها، شو هي النصيحه اللي تقدميها للمقبلين مشان التمثيل؟ أول شيء إنه ما يأسون، يستمرون يصقلون موهبتهم مثل ما يقولون، ويتعلمون ويسمعون، أهم شيء يسمعون غيرهم أو اللي قبلهم عشان يقدرون يوصلون. لأن فعلاً الحين وايد ناس تعطيك نصايح مرات تكون غلط مرات تكون صح، بس حلو إنك أنت تسمعين منهم عشان تتعلمين وتأخذين الصح. طبعاً اللي أنت تشوفينه صح لازم تأخذينه وتستمرين فيه وتتدربين جدا على موضوع التمثيل، لانه مو بشيء سهل ابد. كلمه اخيره للي بيتابعوك وجمهورك. احبكم وايد وخلكم دائما متابعيني، وشرف لي طبعا انكم تتابعوني. ما في حدا فينا ما بيتصفح الاخبار كل يوم وبيتابع السوشيال ميديا، بس أغلبنا ما بنعرف أنه هي التكنولوجيا إلى تأثير سلبي علينا وعلى بشرتنا خاصة، وبتساعد بظهور التجاعيد. ولنتعرف أكثر على هذا الموضوع استقبلنا اليوم دكتورة جلدية لنناقش معها وتعرفنا أكثر على أخطار التكنولوجيا وتأثيرها على حياتنا اليومية وكيف ممكن نعالجها. وتابعوا لقائنا مع دكتورة جلدية هلا الشيخ اللي حتعرفنا على كل هذا الموضوع. دكتورة، شو هي الحلول اللي تقترحيها على الناس اللي يجوا لعندك عندهم مشاكل مع التكنولوجيا مع الفاست فود؟ هلأ في شغلة كتير مهمة، إنه الروتين اليومي للعناية بالجلد اختلفت بآخر 10 سنوات عما كانت سابقاً. سابقاً نحن كنا نقول الروتين العناية اليومية هو غسول وواقي شمسي، كريم مرطب إذا كان في حاجة لاستعمال كريم مرطب. حالياً أصبح من الروتين اليومي الإضافة لما سبق للواقي والغسول أنه نستعمل كريم ما حول العين ونستعمل محلول مغذي للشعر. طبعاً في عنا تركيبات مختلفة ممكن الطبيب ينتقي منها الشيء المناسب تبعاً للحالة المرضية الموجودة. يعني ممكن مثلاً إذا عنا صبية صغيرة عمرها 22 سنة وعم تعاني من مشكلة السواد،
ممكن نعطيها كريمات تحتوي على الألفا هيدروكسي أسيد على أحماض الفواكه بتركيز قليل، هذا بيساعدها على الوقاية اليومية. طبعا في أشياء بتخص اللايف ستايل أو نمط الحياة، شرب الماء بكميات كافية، وبأكد أنه هي النصيحة نحن كثير بنسمعها لكن هي جدا جدا هامة، يعني ما لها نصيحة عابرة، أنه نشرب الماء بكميات كافية. يجب أيضا تجنب الجلوس لساعات طويلة قدر الإمكان، النوم مساء لساعات كافية، عدم النوم على الوجه لأنه في أحيانا الناس بتنام على الوجه أو نص نومة على المخدة، نحن بنأكد أنه يناموا على ظهرهم أو على جنب بحيث أنه ما يكون في أي ضغط للجلد حول العين بين الوسادة وبين الرأس، لأنه هذا الضغط نحن بنعتبره مثل الكدمة مثل البروز، يعني كيف مثلا نحن إذا حدا أخذ ضربة ممكن يصير عنده لون أزرق بالمنطقة الضربة، كمان جلد حول العين لما بينضغط طول الليل بين ثقل الرأس وما بين السرير هذا الضغط كأنه نحن عم نعمل ضربة على منطقة ما حول العين. ولذلك هلأ أصبحت أيضا صار يدخل ضمن الكريمات حول العين، صرنا نلاقي مواد مضادة للبروز للكدمات لأنه هذا الشيء بيسببه. فأيضا طريقة النوم، وضعية النوم، ساعات النوم، أيضا لازم ندور إذا كان في عنا مشاكل مثل التهاب جيوب، إذا كان في عنا فقر دم، هالأمور كلياتها نحن لازم نعالجها. وطبعا أهم شيء بالنسبة للفتيات والصبايا ضرورة إزالة المكياج قبل النوم، هذا موضوع جدا جدا مهم، عدم إزالته بالوايبس، يعني لازم ناخد مزيل مكياج عيون خصوصي. أنا أفضل دائما المنتجات اللي بيكون فيها زيت ومي سوا لأنه بتساعد حتى أن تزيل المكياج المقاوم للماء. والسبب أنه المكياج يحتوي على جزيئات دسمة الجلد قادر على امتصاصها، فالفتاة اللي بتنام بالمكياج تمتص الكحلة والمسكرة المواد الملونة وبصير عندها مثل التاتو حول العين، بصير عندها مثل السواد حول العين مثل التاتو، صعب جدا انه يروح. دكتورة بالنسبة للحمية للناس اللي بياكلوا الفاست فود وبتأثر لهم على بشرتهم، شو الحل؟ طبعا نحن طلعت سابقا دراسات بتربط ما بين ظهور حب الشباب وتناول منتجات الحليب الغنية بالمواد الدسمة. بلشت تتوسع أكثر الروابط بين الغذاء وبين ظهور حب الشباب لو وصلنا بشكل عام للأغذية ذات المشعر الحروري العالي، يعني الغذاء اللي فيه كالوري بنسبة عالية. فكتير أوقات بتلاقي المريضة بتقول أنه أنا بعد ما أكل وجبة برجر بلاحظ الحب طلع بوشي، أو بعد أنواع الشوكولا وخاصة الميلك تشوكلت اللي بيكون فيها نسبة عالية من الحليب. طبعا الفاست فود اكيد هو بيضر للبشره لانه هو بيحتوي اكيد على هرمونات وعلى حريرات عاليه، دائما المواد الدسمه بيكون داخل جزء فيها هرموني، فهذا الشيء بيؤدي لظهور حب الشباب. فنحن طبعا ننصح بتجنب هاي الاغذيه وتناول كبديل عنا الاغذيه الغنيه اكثر بالعناصر المغذيه والمفيده سواء للجلد وباقي اجهزه الجسم. دكتورة خلينا نحكي على الحل البدائل، انه الناس بتروح للصالونات مشان تنظيف البشرة، مدام احنا عند اخصائية شو بتنصحي هالماشينات اللي طلعت على الموضة؟ تمام، سؤالك كتير حلو وكتير مهم. اول شيء طبعا انا ما بنصح حدا يعمل تنظيف بشرة بصالون، وانما تنظيف البشرة يجب ان يكون ضمن عيادة طبية وتحت اشراف الطبيبة او الطبيب. ليش؟ لانه نحن اذا تم تنظيف البشرة بشكل غير صحيح ممكن يؤدي لنتائج عكسية مثل توسع المسام. في نقطة تانية كمان كتير مهمة أنا بحب نبه عليها البيشنت، للأسف صار في شيء كتير تجاري بهذا الوقت يلي هو أنه نحن ناخد باكيجات للفيشل، أنه أنا بيجي كل شهر بعمل فيشل أو كل أسبوعين بعمل تنظيف بشرة. هذا الكلام كلام خاطئ لأنه بيؤدي إلى توسع المسام وبيغير من طبيعة البشرة، يعني ممكن البشرة العادية يساوية دهنية أو يحولها لجافة حسب الخلطات اللي بيتم استعمالها بتنظيف البشرة. تنظيف البشرة يجب أن لا يتم بالأجهزة مثل الهايدرا فيشل أو البيوتي فيشل أو غيرها أكثر من مرة كل 3 شهور، يعني ما لازم ينعمل كل أسبوعين أو كل شهر، هذا خاطئ مثل ما قلت لك نتائجه العكسية. دوما أنا كتير بنبه على البروتوكول اللي بينعمل أثناء تنظيف البشرة، لأنه أحيانا إذا مريضة مثلا في عندها بشرة جافة وأثناء التنظيف طبقنا لها ماسك فيه سلسليك أسيد، هذا بيؤدي لجفاف البشرة أكثر. فلذلك أنا دوما أؤكد على ضرورة انتقاء الفيشل المناسب حسب جلد المريضة وحسب حاجتها. شو بتنصحي دكتورة الناس الماشنز اللي بتساويها مرة بكل 3 شهور؟ هلأ
كلمة المشينز هي كلمة واسعة، نحن ممكن ننتقي المناسب لها. هلا أنا بقدر أقول لك من خلال مراجعين عيادتي، مثلا على سبيل المثال نحن في عنا جهاز الميدلايت سي 6، هو من الليزرات اللي أنا كتير بحبها، تركيبه العلمي الاندياج كيو سويتش، إذا حبوا المرضى يعملوا جوجل عليه أو يقروا عنه. هذا الجهاز هو جهاز رائع لعلاج التصبغات، كتير بيخفف التصبغات، كمان بنفس الوقت بيعمل نضارة للبشرة، لأنه الأشعة أو تبع الضوء تبع الليزر بيخلي الخلايا تفرز كولاجين أكتر، وبالتالي مظهر أكتر شباب. وبنفس الوقت إذا كان في عنا الأشعار الوبرية اللي بتكون مزعجة وخاصة على وجه الفتيات، كمان بيعمل على أنه يشقرها وبيخفف من نسبتها، يعني طبعا ما بيروحها 100% ولكن بيخفف من نسبتها بشكل واضح. فأنا هذا من الأجهزة اللي أنا كتير بحبها، وبنصح المرضى أنهم يعملوها كل فترة وفترة، لأنه إذا تم استعمالها بشكل صحيح ما بتعمل تأثيرات جانبية. كمان من الأجهزة الثانية اللي أنا بنصح المرضى يستعملوها هو السكارلت. السكارلت هو جهاز بيجمع تقنية الراديو فريكوانسي مع المايكرونيدلينج مع الفراكسل. يمكن عم بحكي شوي تعابير علمية، لكن اللي بدي أقوله أنه هذا الجهاز هو جهاز مناسب لمختلف أنواع البشرات، وخاصة بشرات منطقتنا الأوليفي سكين، الجلد الحنطي أو الأسمر، ما بيعمل تأثيرات جانبية مثل ليزر الفراكسل. الراديو فريكوانسي دائما بيكون ألطف على الجلد، كمان بجدد البشرة وبيعمل لها نضارة وبيعمل لها شد، وبيعمل على أنه يغلق المسام وبيخفف من التجاعيد الرفيعة. فهو جهاز آمن وسليم. كمان برجع بأكد أنه دوما يجب أن يكون بإشراف الطبيبة والطبيب ليتم انتقاء الشدة المناسبة لهذا الجهاز. دكتورة، وشو الأجهزة اللي أنت ما تنصحي فيها؟ بالنسبة للأجهزة، طبعا أنا ما فيني أقول في أجهزة ما فيني أنصح فيها، لكن أنا فيني أنصح المرضى يتجنبوا نوعا ما اللعبة التجارية السيئة اللي عم تصير شوي بمجال الطب التجميلي للأسف، أنه نشتري باكيجات فيشل، باكيجات ما بعرف شو. مثل ما قلت لكم، تكرار الفيشل هو يسيء للبشرة مهما كان نوعها. إذا البشرة كانت بتعاني من حبوب أو مشاكل تصبغات، علاجها ما بيكون بتكرار جلسات الفيشل، وإنما باستعمال الكريمات الطبية المناسبة لهذه الحالة. بنصح المرضى دوما ينتبهوا لموضوع ليزر الفراكشنال، الليزر عم نحكي مو راديو فريكوانسي، لأنه الليزر ممكن ما يناسب كل البشرات، وخاصة الحنطية والبشرات السمراء، لأنه بيكون السايد إيفكت، التأثيرات الجانبية تبع الليزر على الجلد بهالحالة بتكون سيئة. لحسن الحظ أنه دائما هيئة الصحة على مراقبة دائمة، بحيث أنه هذه الأجهزة يجب أن تجرى حصرا بيد الطبيبة أو الطبيب، جهاز ليزر الفراكشنال. للأسف أنا شخصيا بشوف أحيانا بعض الدعايات على الفيسبوك أو على إنستغرام أنه خبيرات بشرة عم يعملوا هذا الليزر على الوجه، وهذا خطأ جسيم. فأنا بنصح المرضى أنه ينتبهوا بشكل جيد تجاه هالأمر هذا، ودائما يجب إجراء ليزر الفراكشنال حصريا بيد الطبيبة أو الطبيب. هلا كيف نتباعد ما بين جلسة وجلسة؟ عادة بيكون حسب عدد الجلسات، بحسب الحالة وحسب نوع الجهاز المستعمل. يعني إذا كنا نحن عم نستعمل جهاز السكارلت اللي هو راديو فريكوانسي، بيكون مرة بالشهر. إذا كنا عم نستعمل ليزر الفراكشنال، بيكون مرة كل 3 شهور. إذا كنا عم نستعمل ميدلايت سي 6، ممكن نعمله مرة كل شهر أو كل شهر ونص. طبعا وبرجع بكرر، حسب الحالة وحسب الحاجة. أحيت إليسا حفل ضخم بالقرية العالمية بدبي، وهذا الحفل كان بمناسبة عيد الحب. وطبعا وجود إليسا بحفل بعيد الحب معناها إليسا رح تغني أهم أغاني رومانسية. ونحن فريق زي كونكت بالعربي كنا بالحفل وحضرنا، لنختصر لكم اياه بالتقرير التالي، تابعوا. المطربة اللبنانية ملكة الإحساس إليسا التقت بجمهورها على المسرح الرئيسي بالقرية العالمية بمناسبة عيد الحب، وأحيت حفلاً ضخماً. ومثل العادة تكسر إليسا القاعدة بارتدائها فستاناً باللون الأخضر الفسفوري بدل اللون الأحمر.
وتمنت عيد حب بطريقتها الخاصة لكل الناس، لأنه الحب ما بيقتصر على الحبيب. إليسا ثالث مرة في جلوبال فيليج للسنة الثالثة على الطويلة، وعم تحتفلي اليوم بالفالنتاين مع جمهورك، فهيك كيف الأحساس؟ لا أكيد سعيدة، هي ثالث سنة ورا بعضها، مبسوطة أنه ألتقي دايماً بالناس الموجودة هون والإماراتية والجمهور كله. إن شاء الله بتكون حفلة حلوة، بس ما عندي شيء أقوله. ممكن توجهي كلمة للشعب اللبناني هالظروف؟ شو أقولك، بوجه ولا ما بوجه؟ إليسا ايه بس خلص لم يحتفل كمان بانك اكثر فنانه مشاهده على اليوتيوب، 1.45 مليار، ولسه كثير طويله وانت متصدره. طبعا هذا شيء بيسعدني، يعني هذا شيء انه بخليني دائما عندي حافز انه اشتغل اكثر واتميز اكثر، وان شاء الله الالبوم اللي جاي بيعمل نفس الشيء. والملحنين كمان عم يتنافسوا بين بعض، يعني بهاء الدين محمد رحيم. يعني حلو هذا التنافس الحلو بالشغل، ان شاء الله خير. شو اخر التحضيرات هي؟ اول شيء بدي اقول ان شاء الله بيرجع لبنان مثل ما كان على القليله قبل الثوره، ونخلص من كل الفاسدين الموجودين، ولبنان إلا ما يوقف على إجريه. يعني إليسا بعدك تحبي لحد المسرح الطريق العرمي؟ ما بطلت هيك تنفري منه شوي؟ ليش أنا قلت شي مرة إنه نفرت منه؟ لا بس إنه بذكرك هيك يمكن بشي بشع صار معك. ما بيذكرني بشي بشع أبدا. إليسا شفنا رسالة اجتماعية كبيرة قدمتيها هالجمعة كمان على التنمر، وكنت كل مرة بتطلعي هيك في ناس بتحكي وكذا، هذا الشيء بيأثر فيك والله؟ يحكوا بس حبيت توجهي رسالة عن التنمر. قلت وبعيد، أنا وصلت لمرحلة ما بقى اتضايق من ولا شيء بينحكى عني، بس المشكلة مع الناس اللي مش معودين قديه بتأثر على نفسيتهم وعلى نمط حياتهم وعلى كيف بتتغير حياتهم ورا الشيء. شو حابة تقولي للناس اللي بتحبك؟ الله يخلي الناس اللي بيحبوني، والله يخلي الناس لبعضهم، لأنه الحب مش بس حبيب وحبيبة، الحب يعني حب الأهل، الأشخاص، الأصحاب، يعني هيدا أساس الحياة. بس وسط تفاعل استثنائي من الحاضرين الذين استمتعوا بأغانيها المميزة، حيث ردد معها الجمهور أغانيهم المفضلة بما في ذلك حب حياتي وحالة حب وعيشة لك. استمتع عشاق إليسا بأحدث أغاني الفنانة المشهورة بأغانيها المليئة بالمشاعر والأحاسيس وسط تشجيع حار ولافت من قبل الجمهور. Yeah.
وبعد ما حضرنا تقريرنا اللي كان عن حفل إليسا بالقرية العالمية بدبي بمناسبة عيد الحب، بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم. إن شاء الله تكون عجبتكم، وانترونا الأسبوع الجاي بحلقة جديدة ومواضيع جديدة مع زيكونكت بالعربي.